شو هاد؟ مين اللي حاطه هون؟ شيلوا هالزبالة من هون. يلا نطفوا الباب بسرعة. لازم يكون لك املاك ثانية بحارة غير البيت اللي ساكن. اشتري بمصاريف مالكانات ابو ناجين. لازم كل شيء بينفع. انا بدي بيعك نص الحمام تبعي. ليش ما بدك تبيعني نص الحمام تبعك؟ مشان نصير شريكه للدبور ابو ناجين. لون ابو جابر؟ قله رفيق، قله انا متفكر فيه. الدبور بيملك نص الحمام وراتب امه. انا بدي اياك تتبدل بالحاره وترجع مثلك من اول راس الحاره. وانا كبير الحاره ابو حمدي. طبعا كبير يا امير. والقهوه؟ القهوه انا ما بدي اساعدك فيها، بس اذا بتقدر تشرح اياها للدبور لا تقصر. بس شلون؟ رجع مثل ما كنت ايام زمان، ما يصعب عليك شيء. شبنا ماشي، رح لاقي له تصريفه. وهلا شو موافق على حكيته؟ عم قلك ما بقدر اقعد عندك اكثر من هيك يا عزيزه، لسه بدي اروح لبيت ابو جابر. شنو جاي اليوم لعندهم ايمان خانم؟ اقعدي لك شوي تانية تتحورعي. والله ما فيني، تعي معي انت. بجي والله. لكن حطي ملايتك عليكي اوام. يلا تكي.